أنا اسمي سهيل حسن الأسعد، لاعب منتخب فلسطين ومدرب في كمال أجسام. كنت يعني مشارك عدة بطولات دولية منها في لبنان والبحرين. كان المفروض إنه أنا في عنا بطولة بشهر 11 في مصر، وكان عنا طموح كمان إنه نطلع على بطولة العالم في إسبانيا. توقف هذه الأحلام كليا. لحد الآن نحن ما عندناش أي علم إنه متى الحرب حتوقف، متى حنخلص، هل حنقدر نكمل حياتنا أو نحقق أهدافنا. حلمي كان أول إشي اللي هي كانت البطولة اللي راحت علي هذه في إسبانيا، بطولة العالم، إنه أطلع أمثل أوروبيا، يعني اللي أقدر إنه أوصل لأعلى المراتب في هذه اللعبة وإنه أقدر أرفع فيها علم فلسطين. هذا كان عندي أكبر إنجاز. أما الإنجاز الثاني اللي أنا كنت حابب أعمله، يصير إلي جيم خاص فيا، أدرب فيه الشباب، الخبرة اللي أخذتها كلاعب، إنه حابب يكبر وحابب إنه يعمل دخل لإله عن طريق اللعبة تبعته. لاعبين كمال أجسام هم أكثر ناس تضرروا في الحرب. لاعب كمال أجسام طبعاً بده البروتين وبده الكارب وبده دهون صحية، وبالأخص إنه يكون عنصر الغذائي نظيف. يعني إحنا علينا طبعاً إرهاق، تعب، سهر، خوف، قلق. في الأول لسه كان الأشياء لما كنا في غزة متوفرة شوية، بس بدأت الأسعار تغلى، وخاصة قلت لك نحن كنا نحضر البطولة، فضلينا مستمرين لدرجة إن أنا في نادي أورثو كنت تروح أتدرب قبل ما يقصفوه، وبعد انقصف رحنا صرت ألعب في البيت وعلى جدولي وعلى أكلي وعلى نظامي. لكن لما شفنا الدنيا خربت وشفنا الدنيا إنه بعد البطولة قربت مش حدنا نسافر، فاضطرينا نبدأ ناكل المعلبات، فكنا تنفخنا، مفاصلنا صارت توجعنا، يعني تبهدلنا في أول مرحلة. اخر 3 سنين كانت لحظات حلوه بالنسبه لي، من كثر الحمد لله انجازات البطولات، سفر، مطارات، فنادق، استقبال، محبه الناس، مرحبا يا كابتن، كيفك يا كابتن، بنروح مكان باحترام وين ما كان، حتى برا حفظونا، حتى في اثناء الحرب. يعني لما رحت على منطقه الوسطى لقيت الناس بتعرفني، رحت على دير البلح لقيت الناس بتعرفني، في رفح الناس بتعرفني، فكانت يعني هذه الامور من يعني لحظات حلوه. بس طبعا حلو عن حلو بفرق، يعني حلو لانه بنكون قاعدين في طيران وسفر وفنادق وعلى المسرح ولايف وستوريات، غير عن نبدا ننزل هلا ستوريات ونركب كرات ومن مكان لمكان ومن خيمه لخيمه، تختفي كثير الحياه. طلب صحيح، طلب هذا طلب جبت لك عشان عيد ميلادك انت عبد الله. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي النزول احنا لما نزحنا من الوسطى للرفح زي كأنها يوم القيامة وقامت على غدرة. الساعة 6 الفجر الدنيا انقلبت عنا، لا في مناشير نزلت ولا في مثلا حددونا بلوكات ولا مثلا سابق إنذار، ما لقيناهم إلا من عند المغازي على خط صلاح الدين، وبلشوا في الزوايدة وانصرات من الجنوب ذبحوا الدنيا. احنا كيف نرمي العفش وكيف ركبنا شاحنة وطلعنا ولا عرفنا نعمل إشي، حتى يعني نص أغراض نصبناها في البيت اللي كنا قاعدين فيه عند الناس في الوسطى. قبل ما يصير نبدا نخلي، قبلها بيوم موقف الوالده اللي هي جات لها غيبوبه سكر وكانت تعبانه ومع الضغط النفسي، فطبعا رحنا في الليل قبل بيوم. يعني انا هذا كنت الموقف بعتبره صعب، بتخيل لو هي تعبت يوم النزوح وين بدي اوديها، في اي مستشفى، في اي هذا. فالحمد لله يعني ربنا اكرمنا ونحن طلعنا منهم سالمين. هلا نحن اصعب لحظات بنعيشها في الحرب انه نحن كيف ندبر يومنا، سواء من اكل، الله يعزك من حمامات، انت ما عندكش مقومات الحياه. انا الي بالضبط بقى قاعد نهائي قاعد معك الي 4 ايام بدور على مكان اسكن فيه، استر فيه بيتي اللي انا بديش اياه ينزل وينهان في الشوارع. في ناس اضطرت، انا بحاول قدر المستطاع لكن ما قدرتش، اخريت لو جبت شادر وخشب حاقعد تحتها. أنا بوجه رسالة للعالم، إحنا ناس طبيعيين مش جايين من كوكب تاني، إحنا بشر عنا أهداف وأحلام بسيطة أبسط ممكن من الأحلام اللي أنتم بتتخيلوها. أنا عمري 45 سنة، مش عايش 45 سنة أرجع أبدأ من مش من الصفر، من تحت الصفر. أنا بدي 45 سنة عشان أرجع للصفر اللي أنا عايش فيه كنت زمان. فإحنا دمرنا، خلصنا، نسأل الله إنه الأجيال الصغيرة تطلع وتلاقي أحسن منا وما يجيهاش حروب تانية. Yeah. We're not going to...